ام 6 ماين ده فيه سوفت وير، والسوفت وير دوت بيبقى يتعامل مع ال سي ماس والشي سي ماس داتا. بنحول فيه الرو داتا فايلز اللي جاية من الجهاز لحاجة اسمها الفيتشر ليست، والفيتشر ليست دي ممكن استعملها بعد كده عشان اعمل انوتيشن للبيكس، اتعرف على كومباوندز موجودة جوه السامبل، واعمل شغل كيمومتريكس لو هعمل مقارنة ما بين different organs أو different extracts ما بين ال data files وبعضيها. هيبقى ال content بتاعنا إن احنا هنتكلم ال files اللي بيفتحها ال software، ونعمل downloading لل software وال protocols اللي احنا بنشتغل بيها وال principles بتاعة ال software. ال file extension اللي بيفتح على ال على ال mzipmine هما كل دول، بس طبعا أكتر حاجة اللي هي ال MSTML files، ودي عبارة عن universal extension أو open extension. ده مقصود بيه إن أي إن دوت ممكن يفتح على أي software، لكن لأن معظم الأجهزة بتبقى مصنعة الشركات المصنعة للأجهزة بتاعت ال CMS بتبقى عاملة specific software على الجهاز بتاعها، فبتطلع files ليها اكستنشن معين بيفتح السوفت وير بتاع الجهاز. فعشان كده احنا بنحتاج سوفت وير بيحول الداتا فايلز اللي جايه من الاجهزه لاوبن فورمات اللي هي ال ام 6 ام ال. دي بنحتاجها باستعمال سوفت وير اللي هو الماس كونفرت، ودوت اوبن برضه وفري. ماس كونفيرت ده بيبقى كومبوننت من باكج اسمها بروديو ويزارد. الباكج ديت بنقدر نعملها داونلود من اللينك دي، وبعدين بعد ما بعمل سيت اب من قائمة ستارت بقدر اجيب الماس كونفيرت وافتحه. دي الواجهة الانترفيس بتاع الماس كونفيرت. المطلوب 5 حاجات نخلي بالنا منهم. اول حاجة بعمل براوسنج عشان احط الفايلز اللي انا عايز احولها، طبعا ممكن اختار كل الفايلز مرة واحدة. بحدد الفولتر اللي هيتعمل فيه الاوتبوت بعد الكونفرشن هيبقى موجود في انهي فولتر. بتأكد ان انا مختار ال MSTML فايل، ومش مهم ان انا اختار 32 او 64 بت. ال 32 بت بيخلي الفايل اللي هي كونفرتد بيبقى السايز بتاعها اصغر شوية من لو اخترت 64 بت، لكن الفرق مبيبقاش كبير في الميموري سايز. اخر حاجه ودي حاجه مهمه، ان انا اتاكد ان الفلتر بتاع البيك بيكنج ده بيبقى موجود في اول سطر في الفلترز، لان دوت بيحافظ على الكوست بتاع الفراجمنتيشن داتا الموجود في الداتا فايلز. المفروض في الماس بيبقى في عندي جزء بتاع السكريننج للماس وجزء تاني للفراجمنتيشن الماس ديت، فعشان احافظ على الجزء بتاع الفراجمنتيشن مع الجزء بتاع الفولتر ما يحصلش لوس، بس متأكد ان البيك بيكنج ده موجود فوق في الاول. ولو مكانش موجود في الاول بتحكم عن طريق اد وموف عشان اخليه في الاول. بعد ما بخلص الحاجات دي بدوس ستارت عشان يحصل كونفرشن. ده تيبل موضح فيه اسامي الشركات اللي بتعمل ال سي ماس انسيتلمنت، والفايل فورمات اللي هي بتبقى اوبن على السوفت وير الخاص بيها، وان هتلاقوا الماس كونفيرت بيعمل كونفرشن لمعظم الداتا فايلز ديت ما عدا واحد منهم اللي هو البروكر، ده بيحتاج يتحول بنفس السوفت وير بتاع الجهاز. طيب كده ده بعد ما بنحول بيبقى عندنا الداتا فايلز جاهزة ان هي تتفتح على ام 6 ماي. الام 6 ماي بنعمل داونلود وهشوف البروتوكولز اللي استعملها. دي الصفحة بتاعت الام 6 ماي، ودي ممكن نستناها فيرشنز بتاعت الام 6 ماي. في فيرشن آخر فيرشن كان الام 6 ماي 3، وده كان في شهر مارس اللي فات. في فيرشن وده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة اللي هو الام 6 ماي 2.53، ودوت كان من 2019، ودوت ممكن تعمل له داونلود. وبعد ما بتعمل له داونلود بعمل انستبل الفايل، بفتح ال mzipmine من هنا هتلاقيه مش موجود في قائمة ستارت، فبفتحه من قوة الفولتر نفسه بتاع ال mzipmine بعد ما بعمل انسب. ال mzipmine 3 بعد ما بتعمل له داونلود وتعمل له انسب وتعمل له سيت اب بتلاقيه موجود في قائمة ستارت وهي على الديسك توب. ده
موجود في الفيرجن 3، لكن الفيرجنز اللي هي بدأت ب2 مفيش فيها الأوبشن ده بتفتح الـ MZ Mine من جوه الفولدر نفسه. طيب البروتوكولز اللي هي مشروحة في الباوربوينت ديت جاية من دول، دول برضه اللينكات بتاعتهم فري، ممكن تعملهم داونلود وهيبقى كويس إنك تبص عليهم برضه مع ال مع ال مع الباوربوينت ديت. فيهم تفاصيل أكتر وفيهم شرح أكتر، وفي برضه لو أنت عايز تستعمل MZ Mine عشان بعد كده تعمل لينك للجلوبال ناتشر برودكت نتورك، فممكن تستعمل البروتوكول دوت. قبل ما نتكلم عن البروتوكول بالتفصيل، الفكرة الأساسية في السوفت وير دوت أو أي سوفت وير تاني، أنا عندي ال LEC ماستر اللي جاية بتبقى مضغوطة لحد ما بتبقى مضغوطة عشان وبيبقى فيها كمية داتا كتيرة، بيبقى موجود فيها الريتنشن تايم، وبعدها عند كل الريتنشن تايم إيه هي الماس فراجمنت الموجودة عندي اللي هي ال M على الست والإنتنستي بتاعت كل ماس من ديت. المفروض دي كلها بتبقى مضغوطة في صورة ديجيتال في صورة أرقام، والمفروض السوفت وير بياخد الأرقام دي يعملها بروسيسنج عشان يرسم كروماتوجرام زي اللي احنا عارفينه. الكروماتوجرام ده عشان يترسم بيحصل خطوتين عندي، أول حاجة بنعمل لينك ما بين الماس فراجمنتيشن وما بين الريتنشن تايم عشان نرسم كروماتوجرام شكله رف شوية زي ده. البروسس دي بسميها الماس ديتكشن او سنتروتنج، ان انا بحاول اجيب الارقام المتخزنه بتاعت اللي كان الماس فراجمنتيشن من الديتكتور واظبطها مع الانتنستي عشان ارسم كروماتوجرام، وبيبقى شكله مش واضح قوي زي اللي احنا عارفينه، بيبقى الخطوط بتاعته منكسره. بعد كده عن طريق الكوريزم، الالكوريزم دوت بيعمل سموثينج لشكل الكروماتوجرام وشكل البيكس عشان يطلع شكل الكروماتوجرام اللي احنا عارفينه. والبروسيس التانية دي بسميها كروماتوجرام بيلدينج. في الحالة دي بقى لما بيكون عندي كروماتوجرام بيلدينج بقوم مسمي شكل البيكس هنا بسميها فيتشر. ليه بسميها فيتشر؟ لأن أنا عندي الديفينيشن القديم بتاع البيك، إن البيك دايما دي علاقة تو دايمنشنال ما بين الريتنشن تايم والبيك انتنستي، أو الريتنشن تايم وال أو علاقة ما بين الماس والإنتنستي، فدي علاقة تو دايمنشنال بس. لكن الفيتشر لأ، دي البيك ديت شايلة داتا عبارة عن ريتنشن تايم وإنتنستي، والمفروض لما بعملها كليك بتديني الماس فراجمنتيشن، وكل ماس فراجمنت إما على الست ليها إنتنستي، والإنتنستي بتاعتها بتتغير بتغير ريتنشن تايم. عشان كده العلاقة دي كأنها سي دايمنشنال، فمينفعش أقول عليها بيك، بنقول عليها فيتشر. ودي هتلاقيها موجودة في معظم الحاجات، في البداية هتلاقيها موجودة كتير في الـ MZ Mine وفي سوفت وير كتيرة وفي بيبرز، إن هو مبيتكلموش على كروماتوجرافيك بيك، بيتكلموا على فيتشر. فيتشر لأن أنا داخل هنا عندي attention time مع intensity مع mass fragmentation. الحكاية دي عشان تحصل بنعمل حاجتين زي ما احنا قلنا، بنعمل mass detection، أنا بجيب اللينك ما بين الداتا بتاعت الماس فراجمنتيشن اللي جاية من الديتكتور، وأحاول أظبطها مع الأتنشن تايم بتاع الكروماتوجرافيك بيك، وفي الآخر برسم الكروماتوجرافيك بيك بناء على كده. طيب الحكاية دي هتحتاج برضه إن احنا نتكلم عن حاجة اسمها سنتروبت وبروفايل داتا. إيه الفرق ما بين السنتروبت وبروفايل داتا من ناحية الماس فراجمنتيشن أو الماس فراجمنتيشن داتا؟ الماس فراجمنتيشن داتا ممكن تتخزن في صورتين، لا اما سنتروبت لا اما بروفايل. السنتروبت بيبقى الام على الست فيه عددها قليل، وبتبقى زي بالظبط كده ماكي ارسم سكتش. لما ارسم سكتش من غير تفاصيل يبقى ده كده انا كان السنتروبت داتا، ودي بتبقى ميزة فيها ان هي بتخلي الداتا فايلز صغيرة ومتاخدش ميموري كتيرة، ودي معظم الداتا اللي جاية من الأجهزة لما متخزنة في الصورة دي سنترويد. بينما بروفايل بيبقى ديتيل، بيبقى فيها ديتيل زي البورتريه كده، مش ما بتبقاش سكتش، ودي بيبقى فيها تفاصيل أكتر. وطبعا دي بتخلي السايز الداتا فايل بتاع السايز بتاعها بيبقى أكبر، ودوت ما يبقاش كومون قوي. الوظيفة بتاعت السوفت وير والألجوريزم بتاع السوفت وير إن هو ياخد الصورة اللي هي السكتش بتاعت السنترويد يحولها لصورة ديتيلز اللي هي بتاعت البروفايل. اللي عايز يقرأ أكتر على الفرق ما بين السنترويد والبروفايل، اللينك هنا بيوضح الكلام دوت.
وبرضه واضح الكلام دوت من هنا، لأن أنا باجي أقسم السنتوبت بيبقى متخزن في صورة فاليو للماس والإنتماس بتاعتها، لكن البروفايل بيبقى متخزن كل النقط ديت، كل النقطة على الخط دوت بيبقى متخزنة في البروفايل مود، فعشان كده البروفايل مود بيبقى الداتا سايز فيه أكبر وبتبقى بالتفصيل أكتر. لكن هو أحسن أكتر اللي إحنا أكتر حاجة بنستعملها ونتعامل معاها هي سنتوم الداتا. طيب هنتكلم بقى على البروسيسنج بتاع الداتا معتمد على الحكاية دي. أول حاجة طبعا إن إحنا عندنا الرو داتا هتعامل بيها مع القايمة بتاعة الرو داتا ميثود، وطبعا عشان أحولها لفيتشر لازم أحولها عن طريق حاجة اسمها فيتشر ديتكشن. بعد ما تتحول لفيتشر، الحاجة اللي هعمل بيها بروسيسنج على الفيتشر هتبقى بالفيتشر ليست ميثود. أول حاجة بعملها بعمل import الداتا، بعمل raw data import، وبعدين بختار files طبعا اللي هي ال msetm files، هي دي اللي هتتفتح. وبعدين بعد ما هلاقيها، بعد ما بيحصل لها download جوه ال software، بتخش في الناحية بتاعة ال raw data دي، بتبقى الناحية اللي على الشمال. لو عايز أعمل فيشواليزيشن، ودي مهم أوي إن أنا أعمل فيشواليزيشن للداتا قبل ما أشتغل عليها، فبدوس على قائمة فيشواليزيشن، وبعدين بنعمل فيشواليزيشن زي ما قلت واجي بالدوتا أيام كارنت أو إكستراكتد أيام كارنت. الحاجة اللي أعرفها إن السوفت وير دوت سهل أوي القوائم بتاعته، لو عايز أدوس على الفوطة في أي وقت وأعمل كليك يمين بيطلع دايما قايمة بيبقى بتعمل فيها كل الفانكشنز بتاعت الفولدر ده، إن هي مثلا بتطلع لي التوتال أيام كارنت، الكروماتوجرام لو عايز أشوفه، أشوف الماس سبيكترا، لو عايز أشوف الفراجمنتيشن، أو إن أنا أعمل إكسبورت الفايل، أو إن أنا أشيله، أو أنا أغير الاسم بتاعه. فالميزة في البرنامج ده أنا ممكن دايما أعمل رايت كليك ويطلع لي قايمة فيها الفانكشنز بتتعمل على الفولدر. لما نيجي نعمل فيشواليزيشن بنختار هنا بيطلع علينا ويندوز. الويندوز دي بحدد فيها أول حاجة، هل أنا عايز كل الرو داتا اللي موجودة عندي أعملها فيشواليزيشن ولا اللي أنا أعملها سيلكتد. طبعا لو أنا مختار واحد بس يبقى ده اللي هيبان عندي، لو اخترت كل الداتا فايلز يبقى هيعملهم أوفر لي على بعض. طبعا بختار الماس ليفل بيبقى 1 لأن ده بيعمل سكاننج. البلوت تايب في عندي اختيارين، يا اما استعمل بي سبيك او التوتال ايام كارنت، وهنشرح الفرق ما بينهم دلوقتي. وبيحدد لي الماس رينج، طبعا الماس رينج لو هستعمل توتال ايام كارنت او بي سبيك انتنستي ممكن ادوس على اوتو رينج، ده يقوم يحط من اول من 100 لحوالي 1909، او على حاجة دي ديفولت اوتوماتيك من من الفايل بتاعنا. طيب الفرق ما بين البلوت تايب ده اللي احنا هنقوله دلوقتي، لما اجي ابص على ال LC mass data او الكروماتوجرام بتاع ال LC mass data في عندي 3 اشكال. الشكل الاولاني اللي المفروض عندي الكومباوند اهوت، ودوت الماس فاجمنتيشن بتاعته، المفروض كل ماس فاجمنت من دي عبارة عن ام على 6، يعني ماس على الشارج، فالمفروض كل واحدة من دي ليها الكتريك كارنت اللي هو بيبان عندي هنا في الانتنستي. لما أجي أقسم البيك بتاعت الكومباوند ده، لو أنا قسمتها معتمد على مجموع كل الكارنت اللي جاي من كل الماس فراجمنت اللي هنا، يبقى في الحالة دي بقول عليها توتال أيام كارنت، عشان باخد مجموع كل التشارجز اللي جاية من كل الماس فراجمنت ديت. وعشان كده بتلاقي شكل الكروماتوجرام مليان بيكس كتير قوي وزحمة، والبيس لاين لحد ما بيبقى مرتفع شوية. لو أنا رسمت البيك بتاعت الكومباوند اعتمادا بس على التغير في الانتنستي بتاعت البيس بيك اللي هي أعلى واحدة في الماس سبيكترا، في الحالة دي بنلاقي إن شكل الكروماتوجرام بقى شكله بقى سموث شوية عن كده، والبيس لاين بقى شكله أحسن، وده بسميه بيس بيك كروماتوجرام لأن شكل البيكس جاي من الانتنستي بتاعت البيس بيك. الحاجة المهمة لازم تكون عارف إن كل بيك من هنا أو سواء في التوتال أيام كارنت أو البيس بيك مبيبقاش مركب لوحده، دي بتبقى كذا مركب حصل لهم إلوشن مع بعض. آخر حاجة الإكستراكتد أيام كروماتوجرام. الإكستراكتد أيام كروماتوجرام أنا بحدد بس إن أنا عايز أشوف ماس فراجمنت معينة، كروماتوجرام بتاعت ماس فراجمنت معينة، وليكن في الحالة دي
هيطلع لي الانتنستي بتاعت الناس فاجما دي على طول الريتنشن تايم، ودي بتبقى كويسة لو انا بطلع مركب معين او مركب معين. يعني مثلا زي هنا لو عندي اعلانات مش شاي وانترستد بس ان انا اشوف الكافيين، فممكن احط الماس فاجمنت بتاعت الكافيين، وفي الحالة دي اقدر اشوف بس البيك طلع في انهي اتنشن تايم، واقدر اشوف الماركة دوت الاريا بتاعته ايه في كل السامبلز عندي. فدي الميزة بتاعت اكستراكتد ايون كروماتوجرام، وطبعا بيبقى عدد البيكس فيه قليل. فدول التلاتة عندي اللي هما التلاتة تايبس اللي عندي، الاكستراكتد ايون كروماتوجرام، الاكستراكتد ايون كروماتوجرام، والتوتال ايون كارنت كروماتوجرام، والبي سي بي كروماتوجرام. ودايما بيبقى مكتوب هنا على الواي اكسس نوعه ايه، اذا كان اكستراكتد ولا بي سي بيك ولا توتال ايون. زي ما انتم شايفين كده بيبقى مكتوب على الواي اكسس الانتنستي وده عبارة عن ايه، وطبعا باين في الشكل من حسب عدد البيكس وشكل البيس لاين. ده كده اكسامبل للداتا فايل مفتوح بالاتنين، بالتوتال ايون كارنت وبالاكستراكتد ايون كروماتوجرام. زي ما هو باين هنا البيس لاين اعلى شوية، ولكن طبعا سواء هنا او هنا البيك ديت هيبقى جواها اتنين او تلات مركبات محصلهم ايلوشن مع بعض. لو عايز اطلع اكستراكتد ايون كروماتوجرام بحدد الماس رينج اللي انا عايز اشوفه، يعني هي نفس الويندو بس بدل ما بختار اوتو رينج عشان اشوف الماس رينج كله من اول 100 لغاية 1900 او اشوف كل الماس رينج موجود عندي في الداتا فايل، لما اجي اختار هنا ماس رينج معين طبعا يفضل ان انا احط اتنين فرق اتنين ماس يونت او ماس يونت على حسب الكونفرت اللي انا عايز ابص عليه. في الحالة دي هيطلع لي اكستراكتد ايون كروماتوجرام. طيب قبل ما نسيب الحتة ديت، المفروض اكستراكتد ايون كروماتوجرام لو انا عايز اخد صورة منه عشان تتحط في رسالة او في بحث، بعمل كليك يمين واقدر اخدها في صورة كوبي بيست. دي ده اوبشن. في اوبشن تاني ان انا ممكن اعمل اكسبورت جرافيكس وساعتها هاخد ده في صورة بيكشر، وبيحدد كمان الامتداد بتاع البيكشرز كنت عايزه بي ان شي او شي بي شي. اكسبورت الداتا او اكسبورت الكروماتوجرام، كل دي حاجات ممكن اخد بيها الشكل الصورة بتاعت الكروماتوجرام. ممكن اعمل زوم ان او زوم اوت عن طريق الماوس او عن طريق القايمة هنا لو انا عايز اعمل زوم بنسبة معينة 50% او 30%، وفي أي وقت لو عايز أرجع عليه الـ original size بتاع الـ X و Y axis بدوس على Auto Range. Auto Range بيرجع الحاجة لشكلها الأصلي بعد ما كبرها. العلامة ديت بتوضح الأرقام اللي على البيكس، فلما بدوس عليها بطلع الأرقام أو بخفيها، والحاجة دي عشان أصبب بيها الـ axis. حاجة برضه نفس الحاجات اللي موجودة عندي في القايمة دي. المفروض انا بعمل دبل كليك على كل بيك عشان اشوف الماس فراجمنتيشن اللي فيها. انا ببص على كل ببص على معظم البيكس عشان اشوف النويز بتاع الماس فراجمنتيشن، اشوف النويز بتاع كل بيك شكله عامل ازاي، لان دي هنحتاجها بعد كده قدام لما نيجي نعمل بروسيسنج للداتا. احنا كل اللي عملناه دلوقتي ان انا عملت امبورت للداتا حطيتها جوه السوفت وير وعملت ليها فيشواليزيشن. الحاجة المهمة التانية اللي نكون فاهمينها إن أنا بعمل دبل كليك على البيك هيطلع لي الماس سبيكترا. الماس سبيكترا دايما هيبقى مكتوب عليها حاجة من فوق، ودي برضه لو أنا جيت على الناحية بتاعت الرو داتا وعملت كليك على الفولتر هيقوم يطلع لي الماس فراجمنت موجودة عندي، وطبعا اللي مكتوبة بلون أسرق دي بتبقى السكرينينج اللي هي الماس اللي هي سكرينت اللي هي كأنها ماركر أيون، والـ MS2 مكتوب بالأحمر ده الـ Mass Fragmentation. كل واحدة من دي بتبقى عبارة عن بتبقى هاشتاج وبعدين النمبر بتاع السكان، طبعا النمبر بتاع السكان مترتب على حسب التنشن تايم، وبعدين آت هتلاقي الرقم بعدها تلات التنشن تايم اللي طالع فيه الـ Mass Spectra ديت، وبعدين بعد كده مكتوب الـ Mass Level إذا كان Mass Level 1 ولا Mass Level 2. Mass Level 1 ده هو السكاننج العادي، بشوف بس الماس من غير فراجمنتيشن. الماس سكاننج 2 ده الماس فراجمنتيشن، ولو هو ماس فراجمنتيشن بيكتب بعديها ما بين اقواس
الماس اللي عملها فراجمنتيشن. وبعدين بعد كده مكتوب حرف سي او بي سمول. حرف سي دوت ان الداتا دي نوعها سنتروويد، متخزنة في صورة سنتروويد او متخزنة في صورة بروفايل. وبعدين بعد كده بوزيتيف او نيجاتيف، مقصود بيها الايونيزيشن تايبس، كان بوزيتيف او نيجاتيف. لو عملت دبل كليك من هنا هيطلع لي ماس سبيكتر، لو عملت ماس دبل كليك من الكروماتوجرام هيطلع لي نفس الحاجات دي، والحاجات دي هتلاقيها مكتوبة فوق الاتنشن تايم والماس فراجمنتيشن والماس اللي عمل عندها فراجمنتيشن والبي سبيك ونوع الفراجمنتيشن والتايب بتاع الايونيزيشن. ده الحاجة اللي احنا بنلاقيها. انا بعمل دبل كليك ويطلع لي هنا ماس سكاننج، فده معناه ان الاتنشن تايم دوت طالع فيه كل الماس فراجمنت دي. عشان اشوف الماس فراجمنتيشن بقوم جاي هنا على الويندو من تحت، بيبقى مكتوب ماس ماس، ودي بدوس عليها هتلاقي الاتنشن تايم ده في حوالي أربعة ماسس. كأنه ممكن نقول أربعة مركبات معمولين فراجمنتيشن، وطول الموجة الأيون بتاعهم عند الاتنشن تايم ده في أربعة تانيين، وده الماس فراجمنتيشن بتاعهم. فبدوس أنهي واحدة من دول أنا عايزها، وبعدين بقوم دايس على شو عشان يطلعلي الماس فراجمنتيشن هو الماس تو. طيب يبقى احنا كده عملنا import data، عملنا لها visualization، وبعدين عملنا visualization كنا بنعمل double click على كل بيك عشان نشوف الماس fragmentation بتاعها، الماس scanning ماس level 1 وبعدين ماس fragmentation في ماس 2، وفهمنا ايه اللي مكتوب على البيك من فوق وايه اللي مكتوب على الكروماتوجرام. المفروض بقى ال file processing ان انا احول الـ data دي لـ feature list زي ما قلنا في الاول خالص. عشان احولها بعمل كل حاجة من الرو داتا ميثود، وبعدين فيتشر ديتكشن بعمل حاجتين، بعمل ماس ديتكشن وبعدين بعمل كروماتوجرام فيلترنج. الماس ديتكشن لما بدوس عليها بيطلع لي ويندو، الويندو دي بيحدد، بيطلب مني احدد عايز اشتغل على انهي رو داتا فايلز. فطبعا يفضل ان انا اختار كل الرو داتا فايلز مش السيلكتد بس، او لو انا عايز حاجات معينة اعملها سيلكشن وبعدين افتحها. فدي اول حاجة عندي. بعد كده لما باجي اظبط الماس فراجمنتيشن اللي جاي من الديتكتور مع البيك، فلازم اعمل الحكايه دي الماس ليفل 1 الاول، وبعدين بعد ما اخلصها ارجع اعملها الماس ليفل 2. فبختار هنا ماس ليفل 1 ان انا بدوس على سيت فلتر وبختار الماس ليفل 1. بعد كده الماس ديتكتور، طبعا احنا زي ما احنا كنا شفنا في الفيشواليزيشن ان هو حاطط حرف السي، يبقى دوت كده الماس تايب بتاع الديتكتور سنتروويد. طبعا في ثلاث نقط هنا لازم ادوس عليهم عشان اظبط النويز ليفل بتاع الديتكتور، ودي هنقولها في السلايد الجايه. هو بيقول بعد كده ان هو هيخزن الفايلز الجديده اللي اتعمل فيها الماس ديتكشن في فايل جديد ليه سافكس اسمه ماسس. ودي ميزه في السوفت وير ده، ان كل ما يعمل بروسيسنج ما بيعملش اوفر رايت على الاوريجينال داتا، لا بيقوم عامل داتا فايل جديدة باكستنشن جديد. وده بيبقى كويس لانك لو عايز ترجع الاوريجينال داتا هتلاقي موجود عندك في السوفت وير ما تغيرش فيها حاجة. اي حاجة بتعملها بيعمل ليها بروسيسنج باسم فلتر جديد، هو نفس الاسم بس محطوط له سافكس جديد. مش هنحتاج نعمل اوتبوت للسوفت للفايلز دي، فبنسيب دوت فاضي. هنشرح بقى دلوقتي ايه التلات نقط بتاعت النويز ليفل بتاعت الديتكتور. لما بدوس على التلات نقط دول بيفتح لي ويندو، الويندو دي يفضل ان انا اشغل بفيو فيها، دي هتلاقي فيها الداتا فايل موجود عندك، وبعدين كل السكانز بتاعت كل الريتنشن تايم اللي هي كانت بتبقى مكتوب الرقم من بعد الهاشتاج اللي هو السكان نمبر ده. المفروض بقى اللي بيحصل انا بفتح السكان نمبر دوت، طبعا بيبان هنا السكان نمبر ده كان عندي عند انهي اتنشن تايم. المقصود بقى ان انا بحدد هنا اللي هو الكات اوف بتاع النويز. المفروض البيكس اللي هي السيجنالز اللي هي الانتنستي بتاعتها اقل من الرقم اللي انا بكتبه هنا مش هتتاخد في الحسبان، ودي هتبقى باينه باللون الازرق. والماس سيجنالز اللي هي فوق الليفل ده اللي هو 3 اي اس 3 ده اللي هتتاخد في الحسبان، ودي هيبقى لونها باللون الأحمر. دي بتبقى مهمة علشان تخلي شكل الكروماتوجرام كويس وعشان البروسيسنج بعد كده. فعشان كده أنا بقعد أتنقل
في كل السكانز الموجودة عندي، أتأكد إن السكان أنا ببص عليه السكان بتاع MS1 مش MS2، وبغير هنا في النويز ليفل ده، وساعتها بيبان عندي لو بغير في النويز ليفل ده بيبان عندي إيه اللي هيتاخد معايا في الحسبان وإيه مش هيتاخد معايا في الحسبان. طبعا بحاول على قد ما أقدر إن مفيش، هيبقى يعني صعب إنك تلاقي نويز ليفل ماشي مع كل البيكس في كل التنشن تايم، فعشان كده بتحاول تظبط النويز ليفل ده مع الرينج اللي انت عايزه بتاع التنشن تايم او البيكس اللي انت انترستد فيها. عشان كده بيبقى مهم انك تعمل فيجواليزيشن الداتا في الاول، تبقى عارف مثلا ان الحاجات اللي باينه في اخر خالص في اخر التنشن تايم في الكروماتوجرام دي مثلا حاجات مش هتبقى مهمه، لان دي مثلا تكون كونتامنت بسبب كلوروفيل او فاتس كانت موجوده في السامبل، فبيبقى مركز اكتر على انك تظبط النويز ليفل البيكس موجودة في اول التنشن تايم. اللي اتعمل بالنسبة للماس ديتكشن ماس ليفل 1 هيتعمل برضه نفس الحكاية نفس الخطوات للماس ليفل 2، وبرضه هنشوف النويز ليفل بتاعها. بعد ما عملنا كده بنيجي بقى كوماندوكم بيلدينج، بنختار برضه نفس الفايلز ونعمل فيشر ديتكشن، وبعدين الكوماندو كوم بيلدر، وطبعا زي ما احنا قلنا ان هو لو تقف الماوس على اي حاجة بيطلع كده حاجة بتشرح دي عبارة عن ايه. لما نيجي نختار هنا طبعا بنختار الفايلز اللي احنا عايزين نحولها، اذا كان كل الفايلز او فايلز معينة. طبعا هو بيقول الماس ليست تبقى ماسس، دي بنخليها ديفولت، واذا مكانتش موجودة بندوس على تشوز عشان تبقى محطوطة هنا ماسس. رقم 5 ده ديفولت، وده دايما بيبقى محطوط الرقم دوت. يعني نرجع لكوماند كوم شوية ونشوف الرقم ده، المفروض الرقمين دول ليهم علاقة ببعض، إن هو لما يكون فيه 2 بيكس زي كده 2 بيكس صغيرين، هل يعتبر دي بيك لوحدها ودي بيك لوحدها، ولا يدخلوا الاتنين مع بعض في كل لوحده؟ فطبعا دي بتشوف النويز ليفل اللي هنا، الأرقام اللي هي أعلى من الرقم دوت هيدخلهم في بيكس، هيبقى كل واحدة بيك مستقلة عن نفسها، لكن لو هما اللي أقل من كده دي هيتحطوا في بيك واحدة. في البروتوكولات اللي هي محطوطة بي دي اف بتاعها، في ناس بتخليهم نفس الرقم وفي ناس بتخليهم مختلفين عن بعض، دي بتختلف على حسب الداتا فايل وعلى حسب الحاجة اللي عندك. الماس تولرانس بيبقى عرضه 10 بات بالمليون، لأن لما الماس تولرانس يبقى 10 بات بالمليون أو أقل يبقى كده احتمال إن هما الاتنين نفس المركب، لكن لو أكتر من 10 بات بالمليون يبقى دي مركبات مختلفة عن بعض، لازم يتفصلوا عن بعض. مفروض 10 بات بالمليون بتبقى مكافأة لاتنين من 1000 أو 5 من 1000، لكن هو لما كنت باجي لما قررت تشتغل كان بيطلع معايا 7%، 7% 5% أكبر أفضل، بس يعني دي حاجة برضه بتختلف من فايل للتاني، وعادي هنشرحها أكتر قدام. السافكس طبعا إن هو عشان زي ما احنا قلنا السوفت وير دوت ما بيعملش أوفر رايت على الأوريجينال داتا، الحاجة اللي انت بتعملها بروسيسنج بيعملها فايل جديد بسافكس جديد فيسميها كروماتوجرام، وطبعا بتدوس اوكي. كده هتلاقي ان هو بقى بعد ما عملنا الخطوتين دول هتلاقي الفولدرز دي لها نفس الاسم موجود الناحية التانية في الفيتشر ليست ومع السافكس كروماتوجرام، كده يبقى خلاص الرو داتا كانت جاية من الجهاز اتحولت كلها للفيتشر ليست. في الحالة دي بقى ممكن نبدأ شغل الانوتيشن ونبدأ الشغل بتاع البروسيسنج بتاع الفيتشر ليست عشان يتعمل بعد كده شغل الجيومتريكس. طبعا كده خلاص بقى اي حاجه تتعمل على الفيتشر ليست على الملفات دي هتتعمل من القايمه بتاعه الفيتشر ليست ميثود، القايمه دي خلاص كده ملناش علاقه بيها دلوقتي. طبعا يفضل بعد ما بتعمل المرحله دي انك تعمل سيف للبروجكت عشان ما ترجعش تكرر الخطوات دي كل ما تيجي تفتح الملفات، فطبعا المهم انك تعمل سيف للبروجكت، وبعدين طبعا كل شويه تعمل كنترول اس عشان تعمل سيف للخطوات اللي انت عملتها. طبعا دي الحتة اللي كنا قلناها ان انت عايز تعمل اوفر لي من الكوماندو كومز كلها، بتعمل سيليكشن لكل الكوماندو كوم وبتعمل فيشواليزيشن فبيعمل اوفر لي لكل الكوماندو كومز. هنشرح الاول لو انا عايز اعمل انوتيشن من غير ما استعمل فيتشر ليست وكده، وبعد ما كده نشرح في الاخر فيتشر ليست لان هي في مصر المانيوال. الفكرة بتاع المانيوال اوتيشن ان انت يبقى عندك موكر ماس كاس قويها، الموكر ماس دي انت عايز تحولها لموكر فورمولا لما تكون شغال بهاي ريزوليوشن ماس،
بعد الموقع فورم دي محتوى في database أونلاين بيطلع لك كذا possibility، كذا مركب كلهم مشتركين في نفس الموقع فورمولا دي، أو اللي احنا بنقول عليها structure isomer، كلهم نفس الموقع فورمولا بس substitution بتاعهم مختلف. طبعا عشان أعرف أني possibility دي هي اللي ماشية معايا، فدي بتأكد عن طريق ال fragmentation بتاع ال mass spectra. فهو ده الطريقة اللي أنا بمشي بيها، ببدأ بموقع ماس واخدها من الجهاز أو من ماس سبيكترا، أبتدي أجيب موقع فورمولا، وبعد موقع فورمولا أجيب منها البوسيبيليتيز إيه هو المركب بتاعي، وبعد كده في الآخر أتأكد أتأكد أنهي بوسيبيليتي بالفراجمنتيشن. في حاجتين بتبقى مكتوبين في البيبرز، أو في حاجة بتبقى مكتوبة كالكوليتد ماس أو عليها اكزاكت ماس، في حاجة تانية اسمها ميشرد أو أكيوريت ماس. الكالكوليتد ماس دي اللي هي معتمدة، أنا بجيب الموقع ويت بتاع كربون وهيدروجين وأكسجين وبجمعهم على بعض، ودي معتمدة برضه، دي بسميها كالكوليتد ماس. لكن طبعا السنسيتيفيتي بتاعت الجهاز متبقاش عالية أوي عشان تقرا الماس بنفس الأكيوراسي بتاعت الانترفيرت والاتوم، فعشان كده بيبقى عندي حاجة اسمها نشاط ماس أو أكيوريت ماس دي، أو بنقول عليها اكسبيرمنتال ماس، ودي بتبقى متقاسة من الجهاز. طبعا اللي بيحصل إن بنلاقي في البيبرز إن هو بيشوف الفرق ما بين الأريحة الجهاز وما بين الثيوريتيكال أو الكالكوليتد ماس. طبعا الفرق في الاتنين دول بقى عليه ماس ايرور، أو ما وطبعا ده بيتحسب بطريقتين، يا إما بالدالتون أو بالبار بالميليان زي ما نشرح السلايد الجاية. بالنسبة للماس ديكتور، طبعا في ماس ديكتور مكون من 3 أجزاء، الجزء اللي هو الأيونايزر اللي بيعمل أيونايزيشن، و الأنالايزر اللي هو بيعمل صوتنج للإم على الست على حسب الماس والشارج، وبعدين في آخر ديتكتور اللي بيشوف الشارج بتاع والإنتنسيتي بتاعت الفراجمنت. الماس أنالايزر اللي هو عبارة عن كواتربول ماس أنالايزر، فده بيبقى له سوليوشن ماس بيشوف الأكيوراسي لغاية رقم 10، وده مبيبقاش هيلبفول أوي إن أنا أجيب منه موقع فورمولا، لأن طبعا موقع فورمولا اللي هي بتتحسب على حسب أقرب رقم 10 1 بس بيطلع بوسيبيليتيز جديدة. لكن لو الماس أنالايزر عبارة عن تايم أوف فلايت أو أوربت راب، طبعا ده بيشوف الموقع ويت لغاية 4 أرقام 10، وده بيساعد في إن أنا أطلع الموقع فورمولا، لأن ساعتها البوسيبيليتي بتبقى أقل. واللي عايز يقرأ أكتر على الفرق ما بين الأكيوريت والميشرد ماس والمصطلحات ديت هلاقيها في الملفات دي. ده كده شكل موضح إن الكوادربل بيقيس لغاية رقم 10 1، فبالتالي الماس إيرور بيبقى بالمئات، وطبعا البوسيبيليتي بالموقع فورمولا ل6 أتومز من دول بيبقى 4050. لو أنا عندي بتايم أوف فلايت وواخد لغاية رقم 10، ساعتها الماس إيرور بيبقى أقل، وده اللي كنا قلنا عليه بيبقى مسألة قريب ما بين 1 و10 بار في المليون، وعدد ال possible formula بتاعتي بيبقى قليل. وطبعا العدد ده بيبقى أقل لما أنا أشيل مثلا إن كلورين وفلورين، مش عايز موقع فورمولا فيها كلورين وفلورين ونيتروجين، في الحاجة دي هتلاقي عدد الموقع فورمولا بقى أقل. طبعا الـ acceptable range في النشر هو بلس أو ماينس 10 بار بالمليون بالزائد أو بالنقص، بحيث إن النشاط ماس أكتر أو أقل من الأكد من الـ exact ماس أو calculated ماس بـ10 بار بالمليون. يعني إيه بقى 10 بار بالمليون؟ المفروض لما أجي أحسب الماس إيرور، الماس إيرور بحسبه بطريقتين، يا إما إن أنا بجيب الـ calculated ماس اللي هي الـ accurate و اللي أنا قستها وأطرح الفرق ما بينهم، فده كده يطلع لي Atomic Mass Unit أو بقول عليها دالتون، وده اللي هو الطريقة اللي هي الدايركت، وده بقول عليها الماس إيرور. لو أنا أخدت الفرق دوت وقسمته على الـ Accurate Mass فهيطلع لي بالبارت بالمليون، طبعا هيطلع لي فرق بحاجة بالمليون 10^-6، فطبعا بضرب في مليون عشان يديني بارت بالمليون. فده الفرق بين الماس إيرور بالبارت بالمليون أو الماس إيرور بالديفرنس. البارت من مليون باخد الفرق الدايركت دوت وبقسمه على الأكل الماس وبضرب في مليون.
ده كده كاتول وده موجود من الصفحة دي. يعني دلوقتي لما يكون عندي مثلا الموقع بتاعي الموقع بيطلع 500، فالفرق اللي هو 1%، يعني أقرب رقم 10 تاني خانة، بيعمل فرق 20 بالمية. لو أنا خليت الرقم العشري أقرب تالت رقم، فده كده يبقى فرق 15 بالمية. لو الموقع بتاعي 1000 وعندي مركبين الفرق ما بينهم في 1%، وهما في الرينج بتاع 1000، فيبقى ساعتها ده 10 بالمية. طبعا احنا معظم الحاجات اللي شغالين عليها التربينويد وفلافونويد وكده، الرينج بتاعها ما بين 200 و 500 أو 800 إما على الست، فبالتالي الرينج بتاعنا هيبقى واقع في الحتة دي. عشان كده يعني إلى حد ما لو عايز تكتب إن الإيرور بتاعك 0.7 من 1000، فده هيبقى مقبول على أساس إن ده في الحالة دي تبقى واقع في 10 بالمليون. بس يعني لو كنت بعمل الحكاية دي ما كانش بيطلع معايا نتايج كويس قوي، فعشان كده بشتغل ب2% أو 7%. ده بالنسبة لي الجزء ده. ده كده فهمنا حكاية الموقع فورم الهاي سولوشن ماس وموقع فورمولا. ده بقى هنطبقه ازاي؟ هنطبقه بالطريقة دي. المفروض أنا عندي موقع ماس، دي بركبها من ام ست ماين بكده في الشورايزيشن، المفروض بحولها لموقع فورمولا عن طريق ويب سايت هتكلم عليه دلوقتي اسمه كيميكال كالكوليشنز. وبعدين بعد كده باخد الموقع الفورمولا بتطلع معايا من ده، بدخلها في داتابيس، سواء داتابيس دي كانت بابكيم أو ديكشنري في نشر برودكت، عشان يطلع لي ايزومرز مشتركين مع بعض في نفس الموقع الفورمولا. هفرق ما بين الايزومرز دي عن طريق الفراجمنتيشن، وده هيعتمد أكتر على الليتريتشر اللي موجودة عندنا، وده اللي هنشرح كل خطوة من دي بالتفصيل. السلايد دي يعني شرحها بسرعة البروسيس كلها. أنا بيبقى عندي موقع الماس اللي هي الـ M مع الـ 6 جايبها من الجهاز، جايبها من الداتا، بعوض بيها في الـ عشان أجيب الموقع الفورمولا، بيطلع لي احتمالات موقع الفورمولا من أول 1 لغاية 10. طبعا أقل حاجة هي اللي هي highest possibility، إن هي دي اللي هي الأصح، وهي دي الكومبارت اللي أنا بدور عليه. وبرضه في حاجة تانية بتساعدني، إن هو مثلا مركب سيدة عدد الهيدروجين فيه قليل قوي وعدد الكربون كتير قوي، فده معناها ان المركب ده فيه unsaturation ودبل بونت كتير قوي، حاجة ما تبقاش موجودة في النبات. وطبعا عدد الأكسجين قليل، فعشان كده ممكن من غير ما استعملوش انا ادور تاني في الداتابيس واعمله نكلكت، هو المركب هو الموقف فورمولا دي. فبدأ يبقى عندي ماس، طلعت منها الموقف فورمولا، اخدت اقرب واحد هو ده، لان ده هو اللي اقل ايرور، هو ده الماس عدد الكربون والبروتون والأكسجين، شبه الحاجات اللي هنعرفها في النباتات. المفروض لما باخد الموقع الفورمولا دي وأعوض بيها في الداتا بيس، بيطلع لي أيسومرز كتيرة زي التلاتة كومباوند دول. التلاتة كومباوند دول ليهم نفس الماس وليهم نفس الموقع الفورمولا، بس هي الفرق ما بينهم عن طريق الماس فراجمنتيشن. لما أجي أبص على الماس فراجمنتيشن، مش بس بشوف على ماس فراجمنتيشن المركب بيتكسر كام مرة، وكل مرة ما كان بيتكسر كان بيفقد ماس فراجمنت قد ايه، اللي هي التوتال ايون. التوتال ايون بيساعدني افرق ما بين الشوكة وصباعتيها، يعني هنا سايدوس هنا كلوبوس. لكن مش بس كده على حسب التوتال ايون، لا على حسب كمان الانتنستي بتاعت السيجنال. يعني عندي فرق ما بين المركب ده المركب ده، رغم ان هو نفس الفراجمنتيشن، لكن عشان عندي البيس بيك هنا عبارة عن مونوكليكوسايد، فقلت إن دوت هو ده الأيسومر ده. بينما هنا عشان الكليكون هو الميشور بيك أو البيس بيك، عشان كده قلت عليه إن دوت هو المونوكليكوسايد ده. فبالتالي السايكل بتاعت الأيدنتيفيكيشن أو الأنوتيشن بتمشي كده: ماس أجيب منها موقع فورمولا، موقع فورمولا أدور في الداتا بيس تطلع لي different possibilities. البوستابيليتي بتاعتي اللي أنا بختارها معتمد على الفاكمنتيشن باتن. الفاكمنتيشن باتن مش ببص بس على التوتال ايون والماسس بتاعتها، لا ببص كمان على الانتنستي بتاعت البيس بيك، والبيس بيك دي عبارة عن ايه. ده بيساعدني انا اعمل ايدنتيفيكيشن للمركب، والاكسامبل ده هنشرحه تاني بالتفصيل لما نيجي نتكلم على الفلافونويدز. بس دي السايكل كلها، فهناخد بقى السايكل دي بالترتيب. بالنسبة لي ازاي اطلع موقع فورمولا، في موقع اسمه كيميكال كالكوليشن، ده
الميزة اللي فيه إنك ممكن تعمل تكتب الموقع ميس لأربع أرقام عشرية، تكتبه كله فيطلع لك كاتول في الموقع فورمولا ومكتوب الكالكوليتد ميس بتاعت كل الفورمولا وإرباط بالمليون بالنسبة للرقم اللي أنت دخلته بمحسوب بالتلتون وبالبارت بالمليون وبيطلع الدبل بوند إيكوافالنت. أهم حاجة بس قبل ما تستعمل الويب سايت دوت إنك بتدوس على علامة التاس دي عشان تطلع السيتنج. هنا بتتأكد الإلمنت اللي أنت محتاجها تبان في موقع الفورمولا عندك، لو فيها ألكالويد هتخلي النيتروجين موجودة، لو أنت شايف إن هو مفهوش ألكالويد وإن النبات مفهوش ألكالويد ممكن تمسحها عشان تقلل عدد الاحتمالات. هل شاكك إن المركب ممكن يكون فيه سلفر؟ فتقوم كاتب زي الطيارة، هتكتب اس حرف كابيتال وبعدين تكتب من غير مسافات من زيرو لغاية مثلا 5 أو 6، لو مثلا أكتر عدد ممكن السلفر في بسون مولكيول. بعدين بتدخل هنا الأكيوراسي تكون قد إيه بارت من مليون، طبعا بتدخلها 10 عشان مبانش حاجات أكتر من كده. فدي كده بالنسبة لموقع الفورمولا. لما أجي أطبق الكلام بحط باخد الموقع الفورمولا اللي هي ديت، طبعا عندي ادي كده ماس سبيكترا ماس ليفل 2 وده بيوضح لي ان دوت ماس ليفل 2 عند ديسيشن تايم 2.64. ده الماس بتاعتي، باخد الرقم دوت وبعوض بيه في كيميكال كالكوليشن ويب سايت اللي احنا قلنا عليه، طبعا بيطلع لي الاحتمالات دي. الاحتمالات دي لما اجي ابص عليها هيبقى عندي اول احتمال هو الاحسن لان الايرور فيها اقل وعشان الماس بتاعته لو شك، لكن ده مفيش نبات هيبقى في مركب فيه 43 كربون وعدد هيدروجين قليل قوي كده، هيدروجين 17. لو احنا قلنا ده هيدروكربون فالمفروض عدد الهيدروجين يكون اكتر من كده، يكون في حدود ضعف عدد الكربون، يعني يكون في حدود 86، مش عدد قليل قوي كده. وطبعا مفهوش اكسجين خالص فده كده بستبعده من غير ما ادور فيه تاني. دي ممكن برضو دي ممكن أبص عليها مع الاحتمالية دي. فده كده أول حاجة كده موقع أيون، وطبعا اتأكدت إن دوت هو موقع أيون عندي عشان مفيش عندي هنا أعتقد أنا عندي 533، مفيش بعد كده ماس لوست تقول إن دوت أعتقد، فبالتالي باخد الماس دي وبعوض بيها على طول في الكيميكال كالكوليشن ويب سايت عشان أطلع الموقع الفورمولا. طيب بعد ما طلعت الموقع الفورمولا باخد موقع الفورمولا بدور فيها في الداتابيس. الداتابيس عندي اللي هي ديكشنري اوف ناتشورال برودكت ممكن ادور فيها بموقع الفورمولا. طبعا في اوبشنز تانية ممكن ادور فيها بكيميكال، يعني ممكن تستعمل الداتابيس عامة عشان تدور فيها على أي حاجة تانية بكيميكال نيم أو بموقع ويت أو بأي حاجة تانية من الحاجات اللي أنا موجودة عندي هنا في القايمة بتاعتها. ده اوبشنز تانية موجودة عندي لو عايز ادور بيها. طيب الماس اللي احنا اخدناها دي كان سي 25 اتش 25 او 13 وكان فيها من نيجاتيف ايونايزيشن يعني ناقصة بروتون، فطبعا لما اجي اعوض بيها في الداتا بيس لازم اسوي ده بروتون ده، لان الداتا بيس مكتوب فيها محطوط فيها المواقع الفورمولا بتاعت المركب، مش شايل منه بروتون في حالة النيجاتيف ايونايزيشن ولا عليه بروتون زيادة في حالة البوزيتيف ايونايزيشن. الداتابيس لما أجي أبص عليها ألاقي مثلا 3 possibility، 3 possibility دول يعتبروا زي بعض، هعتبرهم possibility واحدة. ليه؟ لأن هما فيهم نفس اليونت الأربينوس وسايلوس والنيكولاس داي هيدروكسي فلافون، الفرق بس في البوزيشن بتاعهم، فطبعا أنا أعتبر إن 3 دول احتمالية واحدة. الـ3 دول كفيركونيك أسيد هعتبرهم برضه احتمالية واحدة لأن هما شبه بعض نفس النيوكلاس بس الفرق في البوزيشن بتاعهم، فدي اعتبرها احتمالية واحدة، وده لجنان احتمالية واحدة، وده ابيشينين او جلايكوسايد فده يبقى احتمالية واحدة. فالليستة دي كلها على بعضها هيبقى عندي هما 4 احتمالات وكل احتمال ليه استراكشر ايسومر يعني مختلف. طيب هي بقى الفكرة في كده ان انا دلوقتي عايزاه اقول الايسومر المركب بتاعي أني واحد أو الماس سبيكترا بتاعتي أني واحد من الأيسومرز اللي الداتابيس مطلعاها، دي معتمدة على الفراجمنتيشن. الفراجمنتيشن مقصود بيها إن أنا بشوف إيه الفراجمنت اللي عندي الموقع الماس بتاعها والفروقات، طبعا بعرف الفروقات ما بين كل بيك والتانية قبلها وبعدها عشان أعرف حصل ماس لوس لقد إيه،
الماس لوس اللي حصل ده، يقول لي ده مثلا هنا خرج شكر، هنا خرج كريستول، هنا خرج اسيتايل جروب، هنا خرج فينوليك اسيد، فده النيوكلاستير ما كان مع بعض اعرف المركب بتاعي زي اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. طبعا عشان اعرف السيجنال بتاع دي جي اللي هي باينة في الاخر من ناحية اليمين، هل دي موكل اين ولا ادكت، بشوف البيج اللي قبلها. لو لقيت ما بينها وما بين البيج اللي قبلها الماسس دي اللي هي بتاعت الـ64 أو اللي هي بتاعت اللي هي جاية من السولفن بتاع أسيتونيتريل، أو آسف الـ42 اللي جاية من أسيتونيتريل، أو اللي جاية من 22 أو 23 اللي هي بتاعت الصوديوم، أو 39 بتاعت البوتاسيوم، دي كلها بتبقى موجودة في البفر المحطوط في الموبايل فيس، فدي كلها بتبقى أدكت. فلو لقيت الماسس دي يبقى دي كده أدكت، ودي مش هشتغل بيها بقى في الموكا فورمولا والحاجات دي. انا هاخد اللي فيها الموكا ارن بتاع دي، هي دي اللي هعوض بيها في الموكا فورمولا. طبعا لو لقيت الفروقات الصغيرة فدي كده بتديني انديكيشن على فراجمنت موجودة في الكومباوند بتاعي، بس كان مركب في كربونيل، في اسيتايل كوب، في كابوكسيل كوب، في المالونيك اسيد كان شارك فيه، في هو فري، في نايتريل جروب، وهكذا. طيب هو بقى المفروض لما اجي ابص على فراجمنتيشن كل كيميكال كلاس ليها فراجمنتيشن مختلف عن التاني، يعني فلافونويد ليها فراجمنتيشن مختلف عن الفينوليك اسيد، ليها فراجمنتيشن مختلف عن الاثنين. فالمفروض انت لما تيجي تبص على الليتريتشر وتيجي تبص فيها، المفروض انت بتجمع الماس رينج، يعني الفينوليك اسيد الماس رينج بتاعها من كام لكام، الفلافونويد احتمال يكون ما بين كام وكام، فده بيساعدك في ان انت تعمل ايدنتيفيكيشن الفراجمنتيشن بتاع كل كيميكال كلاس وايه اللوس بتاعها زي ما نشرح دلوقتي. برضه لما تيجي تكتب مثلا بتلاقي في فيو ارتكل دي موجودة في المجلات بتاعة الماس سبكترومتري، تيجي تتكلم على الماس فراجمنتيشن بتاع كل كيميكال كلاس. ولو عايز تلاقيها ممكن تدور في جوجل تكتب ماس فراجمنتيشن اوف فلافونويد او ال سي ماس فراجمنتيشن اوف لجنين، هتلاقي في فيو ارتكل فيها الكلام ده، الماس رينج والماس فراجمنت ايه هما. طبعا في بيبرز بتبقى موجودة من نفس الشيناس ال سي ماس بروفايلنج، من نفس الشيناس او الفاميلي او كيميكال كلاس، ده بيساعد في ايدنتيفيكيشن. والحاجة الأخيرة إنك ممكن تعمل باوربوينت لنفسك تحط فيه الجداول بتاعة الماس لوس بتاعة كل كيميكال كلاس زي ما نقول دلوقتي. عندنا أول كيميكال كلاس، ودي بتبان عند التنشن تايم الأولاني اللي هي الفينوليك أسيد، السمبل فينول زي الداي هيدروكسين سوليك أسيد أو الفينوليك أسيد أو الفينايل بروبايل كربوكسيليك أسيد زي السيناميك والكروماليك والكافيك. دي بتبان في أول الكروماتوجرام، وبتبان الريتنشن تايم بتاعها بيبقى في أول 2 أو 4 دقايق، وطبعا الموكر ماس بتاعها بيبقى قليل، بيبقى أقل من 400، بيبقى ما بين 100 120 و200 أو 300. الماس فاجمنتيشن بيبقى بتاعها بيبقى سهل، لأن بيبقى فيها ماس فاجمنتيشن بيبقى ماينس الكربوكسيليك جروب، أو بيبقى ماينس ووتر، أو بيبقى ماينس، فطبعا بتلاقي ماس فاجمنتيشن. وده دوت جاي من ريفيو، الريفيو ديت كانت ريفيو على الفاجمنتيشن بتاع الفينوليك أسيد، فهو كان كاتب هنا في البوستيف مود السيجنال بتاعتها ايه هي والماس فاجمنت بتاعها ايه هو. الحاجة التانية برضو اللي أعرفها إن في عندي بعض الفلافونويد بيبقى الشوكر بارت عامل أسايليشن مع كافيك أسيد، فإحنا حاطين هنا الكافيول مويتي، يعني كافيول مويتي اللي هي بعد ما تفقد 18 دي كده، دي بتبقى شبكة، يعني لما تلاقي فلافونويد مثلا وفيه لص ل146 فده كده كيمالوي مويتي كشبكة في الشوكر، أو مثلا لص ل130 في وسط الفلافونويد جلايكوسايد يبقى ده لص للسيناموين مويتي كانت عاملة أسيليشن مع الشوكر. فهتلاقي الموكر ماس ناقصة 18، ده الأسايل مويتي بتاعت الأسيد. دي فيو أرتكل تاني هتلاقي حاطط فيه السيمبل فينو والسيمبل ألدهايد،
ومديها ارقام الكيميكال ستراكشر بتاعها السلايد الجايه الاقي معلومات عن الفراجمنتيشن باترن. السلايد ديت واخد نفس الارقام اللي هي كانت في السلايد اللي قبلها وكانت الموقع الماس بتاعتها في النيجاتيف وكانت الفراجمنت بتاعها. وطبعا في بعض الناس بتيجي تتكلم على ال LC mass بتعمل جدول في ال observed و calculated. calculated اللي هي محسوبة و observed اللي هي بتاعت الجهاز اللي حاطين الماس ايرور. فالجداول دي لما تحطها عندك في باور بوينت دي بتسهل عليك لما تيجي تعمل identification للماس سيجنال الماس سبيكترا الموجود عندك في الفايل بتاعك. نيجي للفراجمنتيشن بتاع فلافونويد جلايكوسايد. فلافونويد جلايكوسايد الفراجمنتيشن بتاعها بيبقى سهل لأن طبعا الجلايكوسيدك بوند بتبقى ضعيفة، فأول كسر بيحصل بيبقى ما بين الأجلايكون والشوكر بوند. طبعا اللي بيحصل لص إن هو بيديني أجلايكون لوحده، بيك بيبان فيها الماس بتاعة الأجلايكون وبيك تانية بيبان فيها الشوكر مويتي اللي الشبكة في الجلايكوسايد. طبعا على حسب السيجنال بتاعتي بقدر أحدد نوع الجلايكوسايد. يعني لقيت الموقع الأيون ناقص 162 يبقى ده كده كان هيكسوس، لو ناقص 146 يبقى ده دي أوكسي هيكسوس فرق 16 اللي هو الفرق بتاع الأكسجين. الفرق ما بين الهيكسوس والبنتوس يبقى فرق، بيبقى لو في بنتوس هيبقى الموقع الأيون ماينس 132. لو هو كان عندي موقع الأيون ماينس 176 يبقى ده جلوكوهيدرونيك أسيد أو هيكسوهيدرونيك أسيد. لو هو ماينس 204 يبقى ده كان أسيتايل هيكسوس، عشان كده زيادة عن الرقم اللي فوق دوت. لو هو مثلا نص ل 308 يبقى ده كده احتمال يكون رن نص وجلوكوز شابكين مع بعض. وطبعا الماس بتاعت الأجلايكون بتقدر تحدد لي السكن دوت كان فيرل ولا أبيشانين ولا تشالكون ولا أي بالظبط. تاني في حالة لو هي فلافونويد أو جلايكوسايد أوكسجين جلايكوسايد، لو هي فلافونويد سي جلايكوسايد البونت دي هتبقى صعب إن هي تتكسر لأن هي هتبقى ستيبل أوي، هي بس سهل أكتر قوة الشوكر مولتي. وطبعا البوند دي أول واحدة هتتكسر هي ما بين الكربون والأكسجين. هي بقى بيحصل دبل كليفش اللي بيحصل تكسر هنا مع البوند رقم 2 أو مع البوند رقم 3. عشان كده الفلافونوي سي جلايكوسايد القناة الكام بتاعها بيبقى كاركترايز إن بيبقى فيه 3 سيجنال، سيجنال بتاعة ال أو 4 سيجنال. سيجنال بيبقى فيها الموقع الأيون فيه لص بسبب الكسر ده والكسر ده، فعليه الموقع الأيون ناقص 90 لو هو كان ناقص الحتة الصغيرة دي، أو ناقص 120 لو كان ناقص الحتة الكبيرة دي. وساعتها الأقلايكون بيبان نفس الأقلايكون وزيادة عليه 41 لو هو عليه الاتنين أتوم دول لسه موجودين، لو أو زيادة عليه 71 لو التلاتة أتوم دول موجودين عندي. طبعا لو أنا عندي دوت فده بعرف إن دوت فلافونويد سي هيكسوسايد. لو لقيت عندي الموقع أيون ناقص 60 أو ناقص 90 يبقى دوت كده بعرف إن دوت عبارة عن بنتوس سي جلايكوسايد، أو في حالة لما يكون 74 و 104 يبقى كان الشوكر هنا سي جلايكوسايد هنا كان دي أوكسي هيكسوس. في حاجة موجودة إن أنا لو عايز أعرف السي جلايكوسايد ده كان رقم 6 ولا رقم 8 اللي هو مونو جلايكوسايد، هلاقي إن السي جلايكوسايد بالإضافة للبيكس ديت أو السيجنال سي هلاقي في عندي سيجنال اللي هي بتبقى عبارة عن ماس الموكا أيون ماينس 18 اللي هي المية، لأن هيبقى سهل جدا إن ال OH موجودة هنا تعمل 6 ممبر رينج مع الهيدروجين بتاع رقم 5 أو رقم 7 ويخرج من كل مية. فالبيك دي بتبقى واضحة لما يكون ال C glycoside في رقم 6، رقم 8 بيبقى intensity بتاعته أقل. وطبعا لو هي سي وتمانية ستة وتمانية دي داي سي جلايكوسايد هتلاقي الفاجمنت كتيرة من هنا، ومعاها الأكتر يكون بقى بلس 83 يعني هيبقى عندي قوسين من الحتتين دول، واحدة عند ستة وواحدة عند تمانية. طيب هناك الإكسامبل ده هنطبق عليه. الإكسامبل دوت طلع لي إن عندي احتمال
هيكون 7 فلاف، 6 فلافونويدز. فلافونويد ده وده وده. طبعا أول حاجة بشوف الماس لوس قد ايه. الماس لوس عندي هنا 132 و162، يبقى كده بعرف ان في عندي بنتوس وعندي هكسوس، ودوت عبارة عن أقل يكون 301. فميجا دوت في الليتريتشر عن 301، هلاقي 301 ده أقل يكون بتاع كيس أوريول. وطبعا في الفراجمنتيشن عندي بنتوس وعندي جلوكوز، يبقى دوت كيس أوريول سايتوسايد جلوكوسايد. لو أنا لقيت الفراجمنتيشن بتاعي ماينس 62 وبعدين ماينس 62 وبعدين أقل يكون، يبقى كده بعرف إن أنا عندي 2 هكسوس يونت. وبعدين عندي الأقل يكون الماس بتاعته 72، 271. الماس بتاعت 271 دي هتبقى corresponding لأبي شانن. طيب هل هو أبي شانن 4-7 أو تايب لايكوسايت؟ يعني عندي شوكة يونت شبكة في رقم كربون 7 وشوكة يونت شبكة في 14، ولا عندي 2 شوكة يونت شابكين مع بعض، 1-6 أو 1-2 أو 1-4، وبعدين عندي جلوكوز هو اللي شابك في الأبيشنين 1. طبعا اللي بيفرق هنا بقى اللي هو الريلاتيف انتنستي. لما الاقي هنا البيك بتاعت الأقليكون عالية قوي وهي عبارة عن البيس بيك، يبقى كده بعرف الاتنين شقيون دول شابكين مع بعض وهما شابكين ببونت واحدة بس في الأبيشنين. ودوت ليه؟ لأن طبعا سهل إن أنا أكسر البونت ما بين الأقليكون والاتنين شقيون دول، يبقى الشارج موجود على الأقليكون لأن الأقليكون هيبقى يعمل ستابلايزيشن بالريسونانس الموجود فيها. لكن في الحالة دي لما يجي يتكسر هيكسر شوكة يونت واحدة بس، والشارج اللي موجود على المونو جلايكوسايد اللي هو ده، وبالتالي ده هيبقى فيه ستابلايزيشن على الأرماد النيوكلاس بتاعت المونو جلايكوسايد دوت، فده هيبقى الانتنستي بتاعته عالية. فده كده واضح إن موقع الفورمولا اللوس فراجمنتيشن سائد الريلاتيف انتنستي بتاعت البيس بيك وبتاعت الفراجمنت، ده بيوريني أنهي أيسومر أخده. طيب في بقى عندي حاجة الشينستين، ممكن يكون الشينستين نفس الموقع الفورمولا دي، ممكن تكون شينستين تاي سي جلوكوسايد أو أو سي تاي جلوكوسايد أو 7-O-جلوكوسايد جلوكوسايد. الفروقات برضه في الفراجمنتيشن باترن، هنا الفراجمنتيشن باترن 162 مولتين، وبالتالي يبقى أنا عرفت إن هما 2 جلوكوز يونت. وطبعا عشان بيس بيك هي ديت، فدي طبعا هقول عليها إن الأقليكون عندي اللي هو شينستين. لما أجي أبص هنا هلاقي في لوس 162 اللي هي بتاعة الجلوكوز لما يكون عامل أو جلايكوسيدك بونت، بعدين هلاقي في نص بقى اللي هي -18 -18 اللي هي في المقودة لما يكون عندي سي جلايكوسايد في رقم 6. لما يكون عندي 2 سي جلوكوسايد هلاقي بيكس كتيرة والفرق دي ما بينها وبين بعض حوالي 30 يونت. فده برضه بيوضح إن أنا الماس فاجمنتيشن يحدد لي أنهي أيسومر موجود في الداتابيس. في بقى حاجة أخيرة ودي صعبة، إن أنا عندي هنا 2 نفس الموقع الفورمولا والاتنين نفس الفراجمنتيشن، ده فراجمنتيشن -62 -62 يعني 2 شوكة يونت. ولما أجي أبص على الأقل يكون هلاقي 271، يبقى ممكن يكون الشينستين اللي هو أيسو فلافون أو الأبيشين اللي هو فلافون. في الحالة دي بقى هقول أنهي مركب من دول، أنهي مركب من دول يمشي مع موقع الفورمولا دي. هما الاتنين طبعا نفس الفراجمنتيشن ونفس كل حاجة. هعتمد على حاجتين، أول حاجة على الليتريتشر. لو الليتريتشر بتاعتي إن الفاميلي بتاعتي أو الجينس ده مفهوش أيسوفلافونويد، في حاجة بعمل نجلكت لده، لأن هي الفاميلي أو الجينس اللي أنا شغال عليه مفهوش أيسوفلافونويد، ففي حاجة دي هعمل نجلكت لأيسوفلافونويد وهاخد عندي ده، يبقى هو ده الاحتمال بتاعي إن هو أوبشنال وجلوكوسايد جلوكوسايد. أو الاحتمال ده دي الطريقة الأولانية، إن أنا أعتمد على الريتشر وأشوف أنهي اللي كومن عندي في الفاميلي أو في الجينس. الطريقة التانية بقى وهي دي الأدق ودي العلمية، بس دي محتاجة جهاز يكون تحت إيدك، إن أنا أغير الأيونيزيشن إنرجي اللي بعمل بعدها فراجمنتيشن.
يعني عندي الاثنين دول، يا افيشينا جلوكوسايد واشينستا جلوكوسايد بارسوفلافون وتافلافون، الاثنين عند الايونيزيشن انرجي اللي هي 15 ل 30 الكترون فولت، الاثنين ليهم نفس الفراجمنتيشن وطبعا نفس البيك، لكن انا معلي الفراجمنتيشن انرجي اكتر وخليها 80 الكترون فولت او 85 الكترون فولت، هيبتدي التكسير يحصل قوة الاكلايكون. لما يحصل تكسير قوة الاكلايكون هيبتدي يبان بقى فراجمنت توضح لي اذا كان ده ايسوفلافون ولا فلافون، وده هو الاصح وهي دي الطريقة الاحسن. بس انت محتاجة انك الجهاز يكون تحت ايدك، لانك ساعتها بتقول للجهاز ان انا درستت ان انا اكسر الماس بتاعت 271، فالجهاز بيسقط الايونيزيشن انرجي ويسقط الالكترون فولت عشان يكسر الماس اللي هي عند 271 ويعملها سليكشن ويكسرها عشان تعرف تحدد تاني واحد. بس طبعا ما يكونش الاحتمال ده موجود عندي، معتمد اكتر على ايه المتاح من الايسوماسيك الفرن بتاعتي او في الشيماس بتاعي. ده كده السكيم اللي احنا قلناه مع الفراجمنتيشن باترن مع الحاجات اللي بتقراها في البيبرز يساعدك تحدد انهي فلافونويد ايسومر. اللينك اللي احنا حطيناه في اول سلايد بتاعت الفلافونويد دي فيها زي الفيو الفراجمنتيشن بتاع الفلافونويد جلايكوسايت من ناحية الشوكر ومن ناحية الريلاتيف انتنستي بتاع السيجنالز، فدي ممكن ده كده كاتبه محطوط فيه الكومن ماس لوس بتاعت الهيكسوسيس ودي الكومن فراجمنت بتاعت الأقل الفون. ده بيبر كان بيتكلم على الترايسين، الترايسين ده نوع من الفلافونز سيد أبشنن وسيد أتوني. كان في بيبر بيتكلم على الديفيدكس بتاعته سواء في كل ال، فطبعا حاطين اللوكال ماسس والكومن فراجمنت بتاعت الفلافونز بتاعته. فانت لما تكون بتقراها في بيبر او بتقراها في ريفيو وفيها كتابة زي دي بتبقى كويس لما انت حطيتها في ريفرنس ليك تساعدك في الايدنتيفيكيشن. الليجنانز طبعا زي ما حضراتكم عارفين هو بيبقى جاي من كوندنسيشن من سي ستة سي تلاتة، بيبقى عندي 2 يونت من سي ستة سي تلاتة بتعمل كوندنسيشن مع سي ستة سي تلاتة. طبعا بيبقى فيه فاريشن كتير قوي، فيه بيبقى فيها عندي فاريشنز كتير قوي في ال في الكوندنسيشن بتاعها. الأيدنتيفيكيشن بتاع الاتنين من ال سي ماس بيبقى غلس لأن هو الفراجمنتيشن بتاعه بيبقى ضعيف من ناحية حاجة تانية. اللي بيحصل عندي إن هو الفراجمنتيشن بتاعها هتلاقي فيه فراجمنت قليلة هي اللي بتقصر، مصايل ووتر كاربوكسيل جروب ووتر سايد فورمالدهايد، وفي هنا في أرتكل بتكلم على الفراجمنتيشن بتاع الاتنين. هتلاقي الفراجمنتيشن بتاع الاتنين زي الماركر ده كده، هتلاقي الماركر دوت معظم الماسس الماس بتاعته بماركر أيون وبعدين فقط مسايل وبعدين فقط مسايل. بعد كده بيحصل هو بس ماركر عشان هو كأنه 2 يونت فبيقصر هنا في النص، فيجي على اليونت دي ترجع تقصر تديني مسايل وهنا مسايل. فعشان كده هتلاقي إن الاتنين الأيدنتيفيكيشن بتاعها معتمد أكتر إنك تلاقي بيبر فيها نفس الماركر ماس وفيها نفس الفراجمنتيشن بتاع الماركر اللي انت بتدور عليه. مش زي الفلافونويد ممكن تستنتج من الفراجمنتيشن ايه هو الفلافونويد. الاتنين بتبقى صعبة انك تبقى عايز تدور على بيبر يكون فيها فراجمنتيشن شبه الفراجمنتيشن اللي عندك. ده كده اكسامبل تاني زي ما انتوا شايفين كده، بتلاقي ان انت عندك هنا بيكس قريبة من بعض هنا في آخر الكروماتوجرام وبيكس قريبة من بعض هنا، آسف بيكس قريبة من بعضها في آخر السبيكترا عند الموقع أيضا وبيكس قريبة من بعضها في أول السبيكترا عند الموقع اللي هو القليل. بعدين تيجي تبص على الفروقات هتلاقي الفروقات هنا فورمايل، الفروقات هنا أسيتايل فورمايل، هنا فورمايل مسايل. طبعا دوت عبارة عن تايميريك لكنين، أنا عندي واحدة لجنان يونت أهي وبعدين شارك فيها لجنان كان التاني، فدي تلاتة لجنان يونت شاركين مع بعض. فهتلاقي إن دي بتكسر هنا عشان تديني لجنان العادي مع اليونت السيادة دي. وبعدها هتلاقي واحد تاني هنا هتلاقي الفراجمنتيشن بتاعه
طبعا هما ستيريو ايسومر، فالستيريو ايسومر طول الفريق شوية فيه في الكونديشن بتاعهم. الفيفر جي ظريفة في الحكاية دي، بنلاقي فيها فراجمنتيشن وحاجات شبه كده. الكافيه كونيك اسيد في بيبرز وبيبر فيها سكيم سايدة، يوضح السايدة الفرق ما بين الدفرنت ايسومر، برضه الدفرنت عن طريق الفراجمنتيشن وعن طريق الانتنستي بتاعت كل ماس سيجنال. فدي كانت معمولة على اللو ريزوليوشن ماس، وليها أبلكيشن برضه لو جهاز إنك تستعمله هاي ريزوليوشن ماس. كده احنا عملنا استعراض للسيمبل فينولز والفلافونويد والجنان والكافيه والكونيك أسيد. كده ده الجزء اللي هو كان مانيوال، وده بيبقى جزء مهم لأنك حتى لما تيجي تقارن بداتا بيس بتحتاج تتأكد من الحاجات اللي بتطلع من الداتا بيس بالحاجات اللي احنا قلنا عليها في السلايدز اللي فاتت. نيجي بقى للفيتشر ليست بروسيسنج، ده لو انت عايز تكمل في سكة ان ال MZ Mine يساعدك في الانوتيشن ويساعدك في الكيمومتريكس. الفيتشر ليست ميثود بيبقى جاي بقى من اول الخطوة دي. احنا المفروض كنا وقفنا انا كتبت الرو داتا، عملت الحاجات بتاعت الرو داتا، بيك بيكنج، الماس ديتكشن، الماس ديتكشن، وكمان الكم بيلدينج. فعندي فيتشر، الفيتشر ده محتاج اعمل له حاجه اسمها تي ايزوتوبينج والاينمنت، والاينمنت دي مهمه عشان اطلع في الاخر داتا. الداتا دي اطعم بيها الانوتيشن واطعم بيها اطعم بيها الجيومتريكس. فالتلاتة دول شارحين الخطوات دي بالتفصيل. طبعا احنا كنا واقفين عند هنعمل بقى دلوقتي الحاجات اللي هي مع الفيتشر ليست. احنا كنا عملنا ان احنا جبنا الداتا، عملنا امبورت، وبعدين عملنا ديتكشن للماس سيجنال، وبعدين عملنا كروماتوكوم بيلدينج. كده احنا وقفنا عند الحتة بتاعت الفيتشر. من اول هنا بقى الفيتشر، الفيتشر بعمل فيها ايه؟ بعمل فيها دي كونفليوشن عشان ابعد الماسس عن بعض زي ما نشرح دلوقتي. بعدين بعمل ايسوتوب جروبينج عشان الايسوتوبس هنقرا بالتفصيل. وبعدين بعد كده بعمل الاينمنت، والاينمنت مهم عشان الشغل بتاع الكيوامتريكس اللي هيتعمل بعد كده. في بعد كده بقى ايسوتوب فلتر، ده ممكن اعمله او ما اعملوش، وكاب فيلينج ده ممكن اعمله او ما اعملوش. لكن الثلاث خطوات دول هو 4 5 و6 دول لازم يتعملوا. الخطوات التانية دي اوبشنال عشان في الآخر يطلع عندي تيبل. التيبل ده هقدر أعمله إكسبورت عشان أقارن الداتا بتاعتي بداتا بيس، أو عشان أعمل إكسبورت وأخد الداتا دي أعمل بيها شغل كيومتريكس. طيب هدفنا إن أي حاجة هطبقها هعمل سيلكشن على الفايلز بتاعت الفيتشر ليست، وأقوم أختار من الفيتشر ليست ميثود. أول حاجة أعملها حاجة اسمها فيتشر ديتكشن اللي هو كروماتوكوم ديكونفليوشن. طبعا بيقول لي انت محدد 2 فايل هما دول اللي هتعمل عليهم، ان هو هيعمل فايلز جديدة ليها suffix اسمه deconvoluted. الالجوريزم اللي هيستعمله عشان deconvolution هيختار baseline، وبعدين بتدوس على ال3 نقط دول عشان نظبط السيتنج بتاعته زي ما نشرح دلوقتي. هي كلمة deconvolution مقصود بيها ان هو يقدر يشوف ان البيكس دي مش بيك واحدة، هو اصلا بالسيتنج العادية يبقى شايف التو بيكس دول ليهم نفس الماس أو ليهم نفس الفاجمنتيشن، فيبقى ليهم نفس الماس، فيعتبرهم إن هما سيجنال واحدة أو هما نفس الكومباوند أيسومرز لبعض. ففي الخطوة بتاعت الـ deconvolution بيبقى عايزه يشوف إن الاتنين دول مختلفين عن بعض، وإن دول ليهم كل واحدة ليها ماس فاجمنتيشن مختلف عن التاني. الحاجات دي بعملها إزاي؟ إن احنا بنعمل تلات بنغير في تلات حاجات. بنغير في المينيمم بيك هايت، البيك ديوريشن، والبيس لاين ليفل. البيك ديوريشن المينيمم يعني احنا بنبص هنا البيك هنا واخدة من أول 2 لغاية 2.5 أو 3. المينيمم بيك هيبقى مثلا هنا 1 مينيت، وطبعا انت ممكن تبص في الداتا بتاعتك تشوف المينيمم بيك 1 مينيت ولا نص مينيت ولا مينيت ونص، دي ممكن تشوفها في الداتا بتاعتك. نيجي بقى للحتة دي minimum peak height و baseline level. لما احنا خلينا
المينيمم بيس لاين ليفل 2 اي اس 4، يعني البيس لاين ليفل طالع لغاية فوق هنا، والمينيمم بيك هايت عند الحتة دي، فابتدى يشوفهم ان هما الاتنين مختلفين عن بعض، دي ليها لون ودي ليها لون، يبقى كده دي كونفليوشن كان ناجح. لكن لما احط مثلا هنا ان البيس لاين هيبقى 1 اي اس 4 وانا مغير منهم بيك هايت، هتلاقي برضه نفس اللون، فكده يبقى هم شايفهم ان هما مختلفين عن بعض، وكده دي كونفليوشن مش ناجح. دي كونفليوشن يكون ناجح لما يكون شايف دول بألوان مختلفة، يبقى دي كده مختلفة عن بعضها. عشان كده أكتر حاجة مغير فيها مغير في البيس لاين ليفل والمينيمم بيك هايت. طبعا نفس الحكاية برضه، أنا بدوس هنا عشان أجيب سكان بتاع وأشوف البيك اللي هي قريبة من بعضها وشايفها مختلفة عن بعض ولا لأ. ده اكزامبل تاني إن أنا غيرت السكان وكنت مستعمل نفس السيتنج، فلقيته شايف إن دول مختلفين عن بعض، شايفهم 4 كل واحدة بيك مختلفة عن التانية وكل واحدة، فكده يبقى السيتنج دي ناجحة بالنسبة لي وهدي أحافظ عليها. فكده أول خطوة عندي اللي هي دي كونفليوشن. تاني خطوة اللي هي الايسوتوب جروبينج، هما طبعا عارفين ان احنا عندنا الماس سيجنال بتطلع من عندي ام، وبعدين تحت جنبها ام ام اي بلس 1، وبعدين بعدها ام ام اي بلس 2، دي بسبب الايسوتوب. احنا بنبقى عايزين في الايسوتوب جروبينج ان هو ما يشوفش ان الام مختلفة عن الام بلس 1 مختلفة عن الام بلس 2، هو ممكن يشوفهم دول عبارة عن 3 فيتشر مختلفين عن بعض. في الايسوتوب جروبينج يبقى عايزين يعتبر إن الـ M والـ M بلس 1 والـ M بلس 2 دول كلهم ايسوتوب لنفس المركب. فطبعا بنعمل ايه؟ ادي كده الـ 2 files الأخرانيين اللي عمل لهم deconvolution، بعمل عليهم selection عشان يحدد لي إن هما دول اللي أنا أعمل عليهم selection. وطبعا لما يجي يعمل deisotoping هيعمل 2 folder كودات، بحط لهم suffix deisotoped. الماسترز اتكلمنا عليها قبل كده، فالسيتنج بتاعتها حطها زي ما هي. الاتنشن تايم تراس المفروض عندي كذا داتا فايل لكذا اوركن او لكذا اكستراكت، فطبعا لازم يحصل شيفت في الاتنشن تايم. فانت بتحدد شيفت في الاتنشن تايم ده على حسب الشغل بتاعك على الجهاز، او حسب الفيشواليزيشن بتاعك انت تتسامح في شيفت الاتنشن تايم قد ايه، 0.2 مينيت ولا 0.1 مينيت ولا 0.5 مينيت. الماكسيمم شارج هيبقى اما بلس 2 وتدوس اوكي، فبيخلص ويبقى عمل دي ايسوتوبينج. هتاخد التو فايلز دول وهتبدأ تعمل الاينمنت. الاينمنت دي بتبقى مهمة لأنه لو أنا عندي مثلا سيناميك أسيد في فولدر في داتا فايل، لازم اعمله الاينمنت مع كل السيناميك اسيت الموجود في بقية الفايلز. فالاينمنت ده مهم لان هو اللي بيقول لي انهي اوركنز في المركب ده وانهي اوركنز مفهوش المركب ده. الحاجات اللي هتعملها الاينمنت السيناميك اسيت فيهم كلهم يبقى تربط كده فيهم او مفهومش. فطبعا بعمل هايلايت على اخر فايل فيرشن انا عملت له دي ايسوتوبينج، وطبعا هو هيعمل ليستة جديدة هيسميها Aligned Feature List. الماس تولرانس اتكلمنا عليه مش هتكلم عليه تانية. هنا بقى برضه ال Attention Time Tolerance اتكلمنا عليه في السلايد اللي فاتت مش هتكلم عليه هنا. نيجي بقى لحكاية ال Weight بتاع ال M مع ال Set وال Weight بتاع ال Attention Time. في مقصود بيها ان هو لما يلاقي بيك اتنين بيك عايز يحطهم، هل هما الاتنين حاجة واحدة ولا مختلفين عن بعض؟ فبناء على ايه بقى يحدد هما حاجة واحدة ولا مختلفين عن بعض؟ بناء على لو هما شبه بعض في الام على الست بنسبة 75%، يبقى ياخدهم ان هما الاتنين دول حاجة واحدة. والاختلاف في الاتنشن تايم اقل من 25% او اقل يعتبرهم حاجة واحدة. المقصود بيها ان يعني الويت بتاع الماس والويت بتاع الاتنشن تايم شيفت الاتنين دول يعتبر كأنه 100%. فانت عايز تحط 50% هنا و50% هنا ماشي، عايز تحط 20% هنا و80% هنا ماشي. في اغلب الاحوال واغلب البروتوكول بيحط فاريشن 25% بالنسبة للتنشن تايم، ده اللي بيبقى مقبول، وفاريشن 75% للام على الست ده اللي بيبقى مقبول. طبعا بعد كده بتدوس اوكي. كده دي اخر خطوة، دي
دي اللي هي الالايند فيتشر ليست. الالايند فيتشر ليست دي لما تيجي تفتحها هتلاقي حامل لك تيبل، التيبل ده حاطط لك فيه سيجنال ريتنشن تايم، وقصاد كل سيجنال دي بقى نوع لها فيتشر، ريتنشن تايم وماس، وبعدين هيبقى أول فلتر هيقول لك ده موجود والأريا بتاعته كده، تاني فلتر ده موجود والأريا بتاعته كده، أو الماس دي موجودة في أول فلتر ريتنشن تايم الفلاني ودي الأريا بتاعتها مش موجودة في تاني فلتر، فدي مقصود بيها بالألاينمنت عشان تطلع لي الفيتشر ليست. الخطوات اللي احنا شرحناها دي هتلاقي فيه بروتوكولات حاطة حاجات تانية اديشنال زي حاجة اسمها الكاب فيلينج أو حاجات تانية، الحاجات التانية دي اوبشنال، عايز تعملها ماشي، مش عايز تعملها مش مشكلة، بس الحكاية دي كونفليوشن ودي ايزوتوبيك والألاينمنت، دول أهم 3 حاجات يتعملوا على الفيتشر ليست. طيب الحاجة بقى لو عايز أشوف ماس معينة أو فيتشر معين بعمل عليه كليك اليمين وبعدين بعمل شو، وبعدين بعد كده أقول بقى عايز أشوف ال expected icon outcome بتاعه. طبعا نخلي بالنا برضه من حاجة، أنا لما أجي أعمل فيشواليزيشن ليها هيطلع لي برضه الماس سكرينينج 1، فلازم أقوم عامل سيلكشن من تحت على الماس ماس وأختار الماس اللي أنا بدور عليها اللي هي 563 وأقوم عامل شو عشان أجيب الماس فاجمنتيشن بتاعها. في حاجة ما كناش اتكلمنا عليها قبل كده ودي اللي هي هتلاقيها موجودة سواء فتحت الماس سبيكتر في الفيتشر ليست أو فتحت الماس سبيكتر بتاعت الرو داتا، هتلاقي كده على اليمين ايكونز، الايكونز دي فيها كذا حاجة ممكن تطبقها على الماس سبيكتر اللي انت فتحتها من الرو داتا وانت بتعمل فيشواليزيشن او الماس سبيكتر بتاعت الفيشن ليست. ايه بقى الايكونز دي؟ هتلاقي في ايكون هنا عامل زي عدسة، ده بيساعدك تحسب الموقع فورمولا. طبعا الموقع فورمولا لما اجي احسبها هتلاقي طبعا الشارج بحطها بواحد وده ديفولت لازم احطها كده، الايونيزيشن بتختار اذا كان نيجاتيف ولا بوزيتيف، الماس تولرانس اتكلمنا فيه مش هتكلم فيه تاني، النويز ليف انت بتحددها، وهنا بقى بتحتاج الموقع فورمولا عايز انهي element فيها. الاليمنت اللي انت فيها دي ممكن تختار مينيمم من 0 وماكسيمم من اي عدد، ولو عايز تشيل element انت شايف الفوسفورس مش هيكون موجود عندك اصلا فممكن تعمل هايلايت عليه وتعمل ريموف، عايز تحط نيتروجين عشان نيتروجين مش موجود في الليستة فبتدوس اد وتقوم حاطط نيتروجين من التيبل، بعد ما بتدوس اوكي بتلاقيها حاطط لك الموقع فورمولا محطوطة على كل ماس سيجنال موجودة في السبيكترا. وطبعا بتعمل سيف عشان تقدر تحافظ عليها ما تختفيش، بس بس يعني لما قربت الحكاية دي ما كانش براكتيكال قوي معايا، اللي كان براكتيكال معايا اكتر هو الويب سايت بتاع كيميكال كالكوليشن. في بقى هنا 4 حاجات، 4 داتابيس ممكن تدور فيهم، في داتابيس بتاعت الليبت، في داتابيس اونلاين، وفي داتابيس لوكال. داتابيس الاونلاين بيبقى فيها اوبشن انك بتفتح كده، في عندنا هنا حوالي 6 داتابيسز او 7، انت بتحدد الداتابيس الاونلاين انت عايز تطور فيها الايونيزيشن اذا كان بوزيتيف او نيجاتيف، والتولرانس وده اتكلمنا عليه مش هتكلم عليه تاني، والنويز ليفل اللي انت شايفه في السبيكتر، وبعدين دايس اوكي المفروض بيحصل كونكشن للسيرفر وهو بيطلع لك الويندو جديدة فيها كانت ان يمشي السبيكتر بتاعتها اللي قصادك مع السبيكتر بتاعت الداتابيس. هو للاسف في الحاله لما كنا بنفتح او قلب من السوفت وير اللي عندي ما كانش بيجمع وما كانش بيحصل خطوات بتمشي للاخر، كان بيطلع على السنه ايرور يا اما الانترنت كونكشن بطيئه مش نافعه، او ان هو كان بيبقى فيه ريكوست كتير على المواقع ديت، فالريكوست ده كان بيغلى الايدنتيفيكيشن، بس بيسمعنا العملية بتكمل معاهم. في كل الأحوال النتائج اللي بتطلع معاك في الداتابيس لازم تاخدها وتتأكد إن الفراجمنتيشن اللي طالع عندك في الماس سبيكتر بتاعتك ماشية مع الترشيح الكانديديت اللي جاي من الداتابيس، لأن ساعات بيبقى فيه أخطاء. لأن لو عايز تعمل سيرش بدل ما مش من الماس سبيكتر ممكن تعمل سيرش بطريقة تانية، انك تعمل كليك يمين على الرو
بتاع فيتشر اللي انت عايزه، تعمل كليك يمين وتختار هنا سيرش اونلاين داتابيس وتعمل نفس الخطوات. في بقى حاجة تانية اسمها لوكال داتابيس، انك تجيب داتابيس من على الانترنت وتعملها داونلود وتبقى موجودة على الجهاز وتعمل سيرش عليها على الجهاز من خلال الانترنت كونكشن. دي اللي هنقول عليها اللي هي اللوكال لايبراري. اللوكال لايبراري نفس الحكاية برضه، تعمل كليك يمين سيرش لوكال لايبراري، بتحدد الناس ليست اللي انت عايز اللي هي الناس ليست دي، وبعدين بتحدد الداتا بيس من هنا بثلاث نقط. طبعا الناس ليفل بنكتب الناس ليفل 2 على اساس ان طبعا تكون فاهم ان احنا بنبص على الناس فرجمنتيشن. بتحدد الايرور زي ما احنا شرحنا قبل كده. وبعدين الايرور نفس الحكاية هنا، وبتحاول وتبص على الحاجات اللي مكتوبة هنا وتعمل توس اوكي. الداتابيس اللي ممكن تعملها داونلود في هنا اللي هي اسمها الماس بانك اوف نورث امريكا، دي افيلر انك تنزلها وده اللينك بتاعها. ممكن تنزل الداتابيس كلها، وممكن تنزل الجي سي ماس والال سي ماس سبيكترا لوحدها، ممكن تنزل ال سي ماس الماس ماس كلها لوحدها، او تنزل بوست افنكتف لوحده. في اي حالة من كل الحالات دي بتعمل داونلود. طبعا لو انت بتقارن باللايبرري بتاعت النست هتاخد ال MSCP احسن، لو انت بتقارن باللايبرري بتاعت نيجاتيف ال سي ام اس احسن تاخد اللي هو الانتجات بتاع الشي اس او ال، وده اللي بيفتح اختار في ال MZMind. ال MZMind بيفتح برضه الاتنين التانيين التلاتة التانيين، بس يعني الشي اس او ال ده الاحسن. آخر حاجة بقى الفيتشر ليست اتبنت عندي، ممكن أعملها إكسبورت بكذا طريقة عشان أكمل عليها الشغل. الألاينمنت بعد ما خلصتها ممكن أعمل إكسبورت ل سي إس في فايل اللي هو شبه الفايل بتاع الإكسل، هتلاقي محطوط فيه الرو محطوط الماسس إم على الست، وكولم هي محطوط كل ملف كل داتا فايل محطوط في الاريا بتاعت الماس دي او الفيتشر ده الاريا بتاعته قد ايه. الماتريكس دي هي اللي هنستعملها بعد كده عشان تدخل في السوفت وير اللي بستعمله كيمو ماتريكس. فالام سيت ماين بيبقى كويس ان هو عمل لك الخطوات بتاعت انك تجيب كل الداتا فايلز وتحولها فيتشر وتعملها الاينمنت وتطلع ماتريكس. الماتريكس دي تدخلها على السوفت وير بتاع كيمو ماتريكس. او في حاجة تانية، لو مفيش سوفت وير بتاع كيمو ماتريكس، في ويب سايت اسمه داتا اناليست ار. الويب سايت دوت اللينك بتاعته دي، دي ممكن تعمل اوتبوت ابلود للماتريكس بتاعتك ويعمل عليها شغل كيمو ماتريكس، وبعدين تعمل داونلودز للنتائج بتاعت كيمو ماتريكس. فالام سيت ماين بيساعدك انها تطلع لك اكسبورت للفيشن ليست بتاعتك، تطلع لها اكسبورت فورمات متوافقة مع الويب سايت ده. في عندنا اتنين هنا، اتنين ملفين. لو انت ده شغل كيمو ماتريكس الاتنين دول، لو انت عايز تعمل ايدنتيفيكيشن داتا بيس هتلاقي انك ترفع ملف، الملف ده عبارة عن ام جي اف فايل. الملف ده زي ملف تكست عادي، وورد تكست عادي محطوط فيه اتنشن الفيتشر، محطوط اتنشن تايم، وبعدين الام على الست، وقصاد كل ام على الست بيبقى محطوط الانتنستي بتاعتها. دي بيبقى صورة تكست، دي لما تيجي ترفعها على الويب سايت بتاع الداتا بيس بتفهمها وتطلع لك الوردات بتاعتها. طبعا ال ام اس بي ده ينفع اوي لو انت هتقارن بنست لايبراري، او ال ام جي اف فايل لو انت هتقارن في جلوبال الجلوبال ناشونال برودكت نتورك او في الداتا بيس التاني. الناس اللي بتحب تشتغل مع جلوبال ناشونال برودكت نتورك عشان تعمل الشغل بتاع اللوكال نتورك او تعمل فيتشر بيس لوكال نتورك، فهو برضه ال MZ Mine بيساعدك انك تعمل سبورت للاونلاين فيتشر ليست بصورة بتبقى متوافقة معاها. اخر حاجه في سوفت وير اسمه سيريوس. السوفت وير دوت
بتخلي الناس تستكفى، هو بيطلع فراجمنت، والفراجمنت دي بتجمعها مع بعض عشان تعمل authentication chemical structure، ودي اعتمادا على fragmentation بتاع database والvulnerabilities اللي عنده. فدي كلها حاجات تقدر تجيبها تعملها export للفيتشر ليست. دي بتبقى كويسة إنك تقرر الحاجات دي بعد ما تخلص، عشان تساعدك إنك تتعرف على مركبات أكتر وتعمل identification للفيتشرز موجودة عندك. بس في الآخر برضه هيبقى مهم إنك تتأكد من النتايج ديت ماشية مع fragmentation ولا مش ماشية. أهم حاجة في الشغل بتاع الحاجات ديت إنك تقرأ كل شوية، ولما تيجي تشوف كيميكال كلاس موجود عندك في الفاميلي أو في الشينس تقرأ أكتر على الماس فاجمنتيشن بتاعها وإيه الكومن فاجمنت. فكل ما تقرأ أكتر كل ما تتعلم أكتر وكل ما تبقى عندك خبرة أكتر، طبعا مع إن أنت تبقى عارف إن أنت مش الحاجة تعرفها من أول مرة، بس ما تفتح الملف كذا مرة وكل شوية ماس سبكتر تبص عليها أكتر من مرة وتشوف النتايج بتاعتها ماشية ولا مش ماشية معاها. في النهاية acknowledgement، بعمل acknowledgement لدكتور محمد فرج، أنا اتعلمت الشغل ال سي ماس بالشغل معاه، وهو ما بخش بأي معلومة ولا بأي أو بالأخص على مساعدة أي حد، فربنا يكسيه خير. وكمان هو مثال للأستاذ الجامعي اللي بيعمل شغل أبحاث ومساعدة الآخرين من أجل العلم ومن أجل البحث العلمي مش أي حاجة تانية، وهو شخصية صريحة وتغري، فطبعا ربنا يكتر من أمثاله وربنا يبارك له. هو يعني طاقة نور وطاقة إيجابية في أي مكان يروحه، ربنا يوفقه دايما إن شاء الله. وأكنش من دكتور أسماء عطيفي، لأن الشغل اللي عملته ساعدني كده في الانتربريتيشن بتاع الفلافونويد سي جلايكوسايت والفلافونويد أو جلايكوسايت، وطريقة الكتابة بتاعتها في البيبرز وكده كان بيبقى فيها شرح الانتربريتيشن وشرح الماس فراجمنتيشن بطريقة سهلة وأحسن من حاجات بيبرز تانية. فهو صراحة الشغل الأبحاث بتاعت دكتور محمد فرج أو دكتور أسماء، طريقة الكتابة وطريقة عرض النتائج فيهم بتبقى ممتازة ومفيدة جدا. في النهاية شكرا ليكم، التوفيق إن شاء الله ليكم. والحاجة الأخيرة يعني برضو الحاجات اللي اتقالت في باوربوينت دي كلها، يعني حضراتكم في حاجات انتم عارفينها اكتر وحاجات تانية هتقابلوها اكتر. هي يعني العملية عاملة زي بحر كبير وكل واحد بيقابل حاجات مختلفة عن التاني، وفي الاخر برضو يعني مش كل النباتات مش كل الداتا فايلز مش كل الكيميكال كل الحاجات ليها نفس الحاجة وليها نفس الاستوري. بالتوفيق ان شاء الله للجميع. شكرا.